السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمود أحمد. في الكورس ده إن شاء الله هنبدأ مع بعض نبني برنامج داونلود كامل. طب تعالى نتكلم أصلا عن فكرة المشروع، ليه أنا قررت إن مثلا، أو ليه الفكرة دي جت في دماغي، وليه أنا اخترت إن أنا أعمل برنامج داونلود ما اخترتش أي مشروع تاني وكده. تعالى نشوف الفكرة بالتوضيح ونشوف أصلا البرنامج إيه الغرض منه، وإحنا هنوصل فيه لإيه، وهيبقى مميزات البرنامج هيوصلنا لفيه. تعالى اول نتكلم، لما بنيجي نتعلم الاساسيات ونشوف ايه اللي بيحصل. يعني انت لما بتيجي تتعلم اي لغه برمجه، تعال نضرب مثال على بايثون عشان المشروع يبقى على بايثون. تعال نشوف انت بتمشي ازاي، وبعد كده ابدا احدد لك الحاجات اللي انت اصلا وانت بتتعلم نسيتها، فعشان خاطر كده انا حابب، او الحاجات اللي انت بتتعلم نسيت انك تاخد بالك منها ومركزتش فيها، فانا حابب ان انا احلل لك مشاكلك في تعلم الاساسيات ببايثون عن طريق المشروع ده. اول حاجه بتبدا تتعلم البيزكس، بتاخد كل درس اللوب فانكشن الكونديشن، كل درس لوحده بتبدا تذاكره وبتعرف تفاصيله وازاي تستخدم كل حته فيه بالتفصيل. تمام، بعد ما تخلص بتبدا تذاكر الاوبجكت اورينتد، وفي احتمال بنسبه 95% ان انت ما فهمتهاش. ليه؟ عشان الاوبجكت اورينتد اللي هي الاو او بي مش بتتفهم او مش بتوضح قوي غير لما تطبقها في مشروع، فوقت ما نيجي نطبقها في مشروع هتلاقيها سهله جدا وبسيطه وممتعه وزي الفل. لكن انت لما بتيجي تذاكرها في الكورس بتاعها مش بتوضح. يبقى احنا عندنا الاساسيات، انت مذاكرها كل درس لوحده، وخليك فاكر كده، عندنا الاوبجكت اورينتد مذاكرها ومش فاهمها بنسبه 90%. طبعا في بعض الناس بتبدا تذاكر بعض الموديول زي الاو اس الاوبريتنج سيستم، ازاي نكريت فولدرات وكلام من ده، نتعامل مع نظام التشغيل. في ناس بتذاكر ثريدنج، ازاي يخلي البرنامج يعمل الحاجتين في نفس الوقت، مثلا السيستم ازاي بتعامل مع النظام وكلام من ده، وفي ناس مش بتذاكر. طيب وبعد كده الناس بتبدا تختار مجال معين من مجالات بايثون، سواء كان ويب ديفلوبمنت او ديسكتوب ديفلوبمنت او ذكاء صناعي او اي مجال من المجالات اللي بتاع بايثون، وبتبدا فيه. يبقى انا الاول بتعلم بيزكس، في بتعلمها درس درس، الاو او بي مش فاهمها بنسبه كبيره، في ناس بتذاكر موديولز وناس لا، وبعد كده بتبدا في المجال على طول. ايه المشكله دلوقتي؟ المشكله دلوقتي انك لما بتيجي تطبق اي مشروع حتى لو بسيط فانت مش بتعرف. ليه؟ لان البيزكس اصلا انت لسه عندك فيها مشاكل، مش مجرد انك ذاكرتها درس ولا درس ده هيحل المشكله. تاني حاجه الاوبجكت اورينتد انت لسه اشبه ما يكون مش عارف فيها، لان انت ما طبقتهاش فما استخدمتهاش فمش عارف عنها. تالت حاجة انك ما استخدمتش موديولز، دي في حد ذاتها مشكلة خطيرة، لان الموديولز هتستخدمها ايا كان المجال اللي انت هتدخله في بايثون، فالموديولز اساسي، فانت على الاقل لازم تكون عارف ثريدنج ووس وسيستم وديت تايم مثلا، على الاقل اللي هي الحاجات الرفيعة خالص، دول انت لازم تعرفهم كلهم قبل ما تبدا في اي مجال. وكمان المهم انك بعد ما تخلص البيزكس والاوبجكت اورينتد والموديولز لازم تطبق مشاريع، حتى لو مشاريع بسيطة لازم تبدا تعمل مشاريع خفيفة تعلمك تربط كل اللي انت اتعلمته ده مع بعض. ما انت في الاساسيات اتعلمت كل درس لوحده، وده مش كفيل لان المشروع ما بيطبقش كل درس لوحده، المشروع بيطبق كل حاجة انت اتعلمتها مربوطة في بعض. فانكشن، الفانكشن دي جواها لوب، واللوب ده جواه اف ستيتمنت، والاف دي جواها انا بقرا ملف، وجواه بقرا بكلمة معينة او بعمل حاجة معينة، فكله في بعضه، فلازم اربط كل حاجه في بعض. فانت لما بتيجي تتعلم في بعض الغلطات اللي انا قلت عليها دلوقتي، اول حاجه البيزكس درس درس مش مرتبطه مع بعض، اوبجكت اورينتد ما فهمتهاش عشان ما وضحتش لان محتاجه مشروع، الموديولز يا اما ذاكرتها ومش فهمتها قوي لانها بتحتاج تطبيق، يا اما انت ما ذاكرتهاش وطبعا بتبدا في الفيلد وانت لسه ما طبقتش مشاريع ودي مشكله. طب تعال نشوف المشروع بتاعنا بقى ايه الفكره منه، وازاي هو هيحل لك كل مشاكلك دي بعد ما انت خلصت البيزكس. اول حاجه ممكن تجي في دماغك ان برنامج داونلود مشروع بسيط، لا مش برنامج داونلود يعتبر مشروع مش بسيط، لان احنا هنستخدم فيه حاجات كتير وهنتعلم فيه حاجات كتيره جدا، وهو انسب حاجه في المرحله اللي احنا فيها دي. ليه؟ عشان خاطر بدل ما انا اجيب لك مشروع كبير قوي فانت تتوه مني فيه وتضيع منك حاجات كتيره، او ان اجيب لك مشروع بسيط قوي فنبقى طبقنا على حاجه او اتنين وسيبنا حاجات كتير، فاحنا نجيب مشروع متوسط وكل حاجه اتعلمناها نبدا ازاي نستخدمها ونتعلم ازاي نستخدمها والحاجات اللي ناقصتنا نتعلمها، فده يبقى مشروع كويس لينا نعرف فعلا نتعلم فيه ونفهم ازاي البرمجه، او نفهم ازاي نفكر صح، وازاي نقدر نحول اي فكره عندنا في مشروع. طيب تعال نشوف الحاجات ان المشروع بتاعنا، او لو انا بحضره ركزت ان انا احل لك المشاكل دي. اول حاجه خالص مشكله البيزكس، لما نيجي نشتغل في المشروع كل حاجه انت اتعلمتها في البيزكس واحده واحده، اللوب في درس الفانكشن في درس كده، لا لما نيجي نتعامل مع البيزكس هنا في المشروع بتاعنا هنربطهم كلهم ببعض، هنعمل فانكشن وهنقول ليه احنا عملناه، هنحط جواها لوب ونشوف احنا ليه عملناه، ونقول ليه بنستخدم كونديشن معينه جوه اللوب، ونقول ليه بنستخدم كل حاجه. فيبقى البيزكس اللي انت اتعلمتها كل درس لوحده هنربطها كلها مع بعض في مشروع. تاني حاجه الاوبجكت اورينتد اللي انت ما فهمتهاش، دايما كنت بقول الاوبجكت اورينتد مش هتوضح قوي غير في المشاريع، فده مشروع، فلما نيجي نبدا ونبدا نستخدم فيه اوبجكت اورينتد ونكريت كلاسز جواها ميثودز ونعمل كونستراكتورز ونبدا نشوف الدنيا ماشيه ازاي، هتبدا انت تفهم اوبجكت اورينتد صح وتعرف ازاي
المفاهيم بتاع الاوبجكت اورينتد، وانت بدماغك هتبقى عارف هتفهم يعني ايه اوبجكت اورينتد وازاي تستخدمها في كود، ودي هتبقى حاجه كويسه ليك جدا. صحيح مش هنطلع لمستوى متقدم في الاوبجكت اورينتد، يعني ده المستوى البسيط اللي يمشيك، بس انت في اغلب مشاريعك مش هتستخدم غير دول، تمام؟ طب هنستخدم موديولز، وطبعا موديول سواء انت كنت عارفها او مش عارفها فعادي مش لازم تروح تذاكرهم، لا احنا لما نيجي نتعلم هنشرح كل تكايه فيهم وكل حاجه فيهم، وده تدريب الذكر ان المشروع بتاعنا هنستخدم فيه الثريدنج وهنعرف ازاي نستخدمها، هنستخدم الاو اس، هنستخدم الديت تايم، وهنستخدم السيس اللي هو الخاص بالسيستم، وهنستخدم يو ار ليب عشان لو احنا عاوزين نحمل اي حاجه، وهنستخدم كمان موديولز تانيه كتير، يعني كل ما نيجي نزود فيشر في البرنامج كل ما نستخدم موديولز، بس دول الاساسيين اللي احنا فعليا هنستخدمهم وخلاص. الموديولز التانيه لسه هنقارن ما بينهم ونشوف مين اللي اختار ده وليه ما نختارش ده وهكذا. وبعد كده ان احنا كمان في المشروع هنستخدم واحد من مجالات بايثون هو الديسك توب، يعني المشروع مش هيبقى كونسول وشاي سودا، لا انا عايزك تعمل مشروع تقدر انك تسطبه وتقدر انك تستخدمه وتنقله من جهاز لجهاز، ولو عايز تطور انت فيه بعد ما تخلص صور فيه براحتك، تصغير فيه الشكل، تعمل فيه اللي انت عاوزه. فهنختار مجال الديسك توب، وهنستخدم مكتبه الباي كويتي عشان الفريم ورك ده اللي هو الباي كويتي قوي جدا وسهل جدا، وكمان هنستخدم الديزاينر، يعني هنستخدم فيتشرز اللي موجوده في باي كويتي كلها. طيب الفكره كمان ان احنا كل اللي احنا قلناهم فوق ده هناخد كمان عليه ازاي ان احنا نفكر، ازاي ان احنا كل اللي احنا ذاكرناه فوق ده نربطه مع بعض، ازاي ان احنا نربط ده مع بعض عشان خاطر نعرف نعمل فكره معينه. كمان هنشوف في المشروع ازاي ان احنا نحول اي فكره عندنا المشروع، اللي هو لو انت في دماغك اي فكره بسيطه عاوز تعملها، برنامج مثلا مشغل ميديا، برنامج بيعمل حاجه معينه، هنشوف زي ما احنا هنمشي في الكورس واحده واحده ازاي الفكره اللي انا قلتها لك دلوقتي اللي احنا اصلا ما نيجي نتكلم اقول لك الفكره، وازاي احنا نمشي في الفكره دي خطوه خطوه ونغلط ونتعلم من اخطائنا ونسيرش في الغلطات اللي في قدامنا ونمشي ونبدا نعدل ونابجريد حتى في البرنامج ونشوف احنا محتاجين ايه ونعمل له تيست، لو احنا محتاجين نضيف في ميزه كذا فازاي نضيفها وازاي نعملها وازاي نوصلها وازاي نتستها في الاخر ونتاكد ان هي شغاله وكل حاجه. فده هيعلمك ازاي تحول اي فكره عندك سواء كانت ايه لمشروع فعلي. كمان هنشوف ازاي بنتعامل مع الايرورز. اغلب الناس اللي بتشرح كورسات اغلبهم ما قلتش كلهم عشان في ناس بتشرح بالطريقه دي، لما بيغلط مش بيوريك ان هو غلط، لا بيوقف الفيديو وبيقص الحته دي ويبدا هو يسيرش عليها لو هو مش عارفها، او لو هو عارفها بيحلها ويبدا بيكمل عادي. لكن انا مش هعمل كده في المشروع، لا انا هسجل فعلي كاني شغال في المشروع لنفسي. المشكله هتظهر هتكلم عن المشكله هوضحها زي ما انا فاهمها، وبعد كده اشوف لو انا عارفها هحلها واقول لك انا حليتها ازاي، لو انا مش عارفها هسيرش عليها على النت وهتشوفني ازاي بسيرش وازاي بجيب الحل وكده عشان انت ازاي تجيب الحل، ومش مجرد ان احنا نجيب الحل من ستاك اوفر فلو او من اي موقع ونحطه، لا احنا هنشوف المقاله اللي نزل فيها الحل هنقراها هنشوف نتعلم، يعني كل مشكله هتيجي قدامنا انا هحلها سواء انا عارفها او مش عارفها هسيرش عليها واحلها وهشرح لك ازاي المشكله اتحلت، المشكله كانت فين عشان حليناها، عشان مش مجرد تاخد كود كوبي بيست، لا انا عاوزك تفهم، عاوزك يعني تعمق دماغك في البرمجه، عاوز تعرف اكتر عن بايثون وتعرف كل مشكله حصلت ليه وكان ايه سببها عشان بعد كده نعرف نتجنبها، تمام؟ وكمان هنتعلم بعض الحاجات الجديده اللي انت مش تاخد بالك منها، يعني هنحل بعض المشاكل اللي ممكن بتواجه الناس، ازاي الاخر نحول برنامج اكس اي، ازاي نعمله ديستريبيوت ونقله من جهاز لجهاز، هنشوف ازاي مثلا بعض البرامج لما تيجي تعملها ديسكتوب لما بتيجي تشغلها لما تيجي تعمل اي بروسيس فيها بيجي لها مثلا نوت ريسبندنج بتلاقيها مهنجه شويه بتعمل حاجه، وده سببه ان هو شغال ثريد واحد عاوزين نخليه يشتغل اكتر من حاجه ويقدم حاجات تانيه، هنشوف مشاكل كتير ازاي هنتعامل معاها وكل حاجه. يبقى انا دلوقتي حليت مشكله البيزكس، ربطت لك كل حاجه مع بعض، حليت لك مشكله الاوبجكت اورينتد اللي هو احنا طبقناها فعلا في مشروع، علمتك ازاي تستخدم الموديولز واخدنا على الاقل 5 موديولز هنستخدمهم، دخلنا في مجال من مجالات بايثون هو مجال الديسك توب واستخدمنا الباي كيوتي واستخدمنا فيها في مميزات كتير جدا، واستخدمنا كمان الكيوتي ديزاينر، ده غير طبعا الجزء بتاع الباي كيوتي ده انا هشرح فيه باستفاضه، يعني نشوف الكيوتي ديزاينر وازاي نستخدمه ونصمم بتاعنا ونعمل ستايلنج ونشرح كل حاجه، وعرفنا ازاي نفكر وازاي نربط كل حاجه اتعلمناها مع بعض، وعرفنا ازاي نحول اي فكره عندنا لمشروع ونمشي فيه خطوه بخطوه لحد ما نوصله للشكل النهائي. هنشوف ازاي بنتعامل مع الايرج وازاي بنسيرش عليها وازاي بنوصل للحل وازاي بنقدر نفهمه ونعرف كل حاجه جت منين. هنتعلم بعض التكات المهمه جدا، يبقى كده المشروع عالج لك كل المشاكل اللي انت تخطيتها وانت بتعلم الاساسيات وخلاك تقف على رجلك سواء انت كملت بعد كده. حتى لو انت اسف جدا، حتى لو انت جيت بعد كده ومشيت في اتخذت مثلا اتعلمت ويب ديفلوبمنت او اتعلمت اي او اتعلمت ايا كان المجال، حتى لو شفت خلاص من بايثون وتعلمت لغه برمجه تانية، بس هتبقى عرفت ازاي تفكر، ازاي تتعامل مع المشاكل، ازاي دماغك يشتغل لما يبقى عندك فكره وتعرف تحولها، تمام؟ الدرس الجاي ان شاء الله هتكلم عن بعض الملاحظات المهمة، هتكلم الاول عن بعض الملاحظات المهمه جدا 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 للناس اللي مكمله الكورس،
يا ريت الفيديو الجاي الناس تسمعه لانه مهم جدا جدا، واتمنى الكورس فعلا يفيد الناس، ومستني الناس يشاركني اراءها عن الكورس في الريفيو اللي يدوم الريفيو او على الجروب بتاعه اي شيء، وانا موجود لو في اي استفسار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.